شراكة تهمنا كلنا بين STC وشركة فضاء أمريكية. باحثين من أمريكا طوروا أداة ممكن تتنبأ بالحوادث حقت السيارات وتساعدنا على الطريق. زوم تبي تسوي نسخة من كل شخص وأيضا نظام تشغيل جديد من هيومين السعودية ومستقبل الإنتاج في خطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول. حلقة كم؟ 413-14. المهم تابعونا وخليكم معنا أول بأول. أصلا بداية الحلقة يوم قلت إنه مستقبل المونتاج في خطر، الشباب بس خافوا كذا، هم تعرفون السالفة ومعاهم هم بيعرفوا. روح للخبر الأول. شركة STC السعودية تعلن عن شراكة استراتيجية لمدة 10 سنوات مع شركة AST Space Mobile. الحين الشركة AST Space Mobile هي شركة أمريكية متخصصة في تطوير أقمار صناعية توفر خدمات اتصالات فضائية بدون الحاجة لأجهزة خاصة عند المستخدمين نفسهم، يعني نفس الجوال اللي بيدينكم ممكن يحصل على شبكة أو وصول للإنترنت من خلال الفضاء وين ما كنتوا في منطقة التغطية، سواء داخل المدن أو في الأماكن اللي ما فيها تغطية حق الجوال. تلاقوا تغطية الساتلايت مثل المحيطات، الصحراء وغيرها من المناطق الجبلية، وكذا هي شبكة متكاملة. العقد بين STC و AST Space Mobile يشمل تقديم خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية لمدة 10 سنوات. وبرضو الشركة الأمريكية تمنح STC حقوق حصرية في دول مختلفة عديدة تشمل ليبيا، سوريا، تونس وغيرها من الدول، وبرضو تمنحها حقوق بشروط تجارية في دول ثانية مثل الكويت، البحرين، اليمن، الأردن ومصر، وأيضا العراق والجزائر والمغرب. وبكذا كأنهم STC صاروا مشغل. أوكي، واللي من هالدول وما يعرف شركة STC، ما شاء الله أحد أكبر مشغلين الاتصالات اللي عندنا في المملكة، وعندهم كم كبير من التكنولوجيا، واللي يساندوا دائما مع إيجاد خدماتهم في الدول الثانية إنهم يعطوكم أفضل جودة من ناحية الاتصال وأنواع الاتصال المختلف. شيء خلوا في بالكم، يبيلهم فترة لين ما تبدأ الاتفاقية بعد اكتمال كامل البنود وبدء التطبيق والتنفيذ بإذن واحد أحد. خلكم تابعين، نعطيكم خبرها أول بأول بإذن الله. هل الذكاء الاصطناعي ممكن يقلل الحوادث؟ بإذن الله نقدر نقول نعم، لأنه باحثين من جامعة جون هوبكنز طوروا أداة اسمها Safe Traffic Co-Pilot أو مساعد القيادة الآمنة. مايكروسوفت يمكن سمعوا الخبر وزعلوا شوي كذا، قال Co-Pilot حقنا احنا مش دعوة. وأيضا هي أداة عندها القدرة على التنبؤ بالحوادث بناء على عدة عوامل بمساندة الذكاء الاصطناعي. البيانات اللي تم تدريب الأداة عليها شملت بيانات 66 ألف حادث مروري، اللي تشمل ظروف الطريق اللي صار فيه نفس الحادث، صور من الأقمار الصناعية لنفس الحادث، بجانب البيانات عن مستويات الكحول في دم السائقين نفسهم. كيف ممكن يتم تسخير هذه الأداة لتقليل الحوادث بناء على نفس حالة وتصميم الطرق وغيرها من البيانات وعامل الخطر؟ هذه الأداة يمكن تعطي زي الرؤى كذا، بيانات للمختصين ومصممين البيئة التحتية، بحيث انها تساعدهم في تقليل الحوادث بإذن الله من خلال توفير طرق آمنة اكثر. خلنا نبسط الموضوع. اوكي، فمثلا عندكم طريق هنا موجود، هذا الطريق فيه بتقاطعاته بإشاراته بالدورات اللي موجودين فيه في بنية محددة، مع البيانات اللي تم تدريبها قابلية الحوادث في هذا المكان عالية بناء على الناس كمان والمجتمعات اللي موجودة فيه، فبالتالي تحسين. أيضا لما نحط في بالنا الآلة وقيادة الآلة في السيارة، يوم يصير في حادث في هذه السيارة مثلا، وهذا الحادث في السيارة دي سيارة تلقائية، هنا باقي كلها سيارات تلقائية، تحصل على بيانات نفس الحادث وسيناريوهات نفسها اللي تتفادى فيه الحادث، وبشكل لحظي إن مرت بنفس الظروف هذول ما حيصير لهم شيء. هذا اللي يصير، علمهم حالة حالة، طلعوا من خدمة حاسوا وعفصوا، تعرفوك مكبس حديد مورهم طيبة. مكنستين ذكية إيكوفاكس عندهم قدرة على الوصول لأماكن ما توصلها المكانس الثانية، وأيضا تتعدى بعض الحواجز، نقدر نقول تحدد نوع البقعة وتتعامل معها بشكل تقني. مكنسة ديباركس 11 أومني سايكلون والديبات إكس 100 برو، مراجعاتها موجودة في القناة فتابعوا أول بأول، بنحطكم الروابط لا تفوتكم. رسميا نظام هيومين 1 صار متاح من شركة هيومين السعودية. نظام هيومين 1 هو نظام تشغيل يدعم وكيل للأعمال والإدارة يعمل بالذكاء الاصطناعي مع واجهات بسيطة ورايقة. النظام بإمكانه أنه يتمم أمور عديدة مثل البحث العميق عبر الإنترنت عن موضوع محدد تبغوه، أو يعمل كمدير للاجتماعات نفسها، فتقوله له مثلا بجتمع مع فلان وفلان وفلان في هذا الوقت عن هالموضوع، وبخطوات بسيطة بيتم تحديد الوقت ويتم تحديد الموعد وتضبيطه ويتم إنشاء موعد لكم في التقويم. نقدر نقول أنه مساعد ممكن يعمل كمدير للمهام والاجتماعات مع مساعد ذكي يوفر عليكم ما يصل إلى 110 ساعات من الأعمال حقتكم خلال السنة، وبالتالي تجارب قادمة عليه بإذن واحد. اعتمادكم على الذكاء الاصطناعي للحصول على أخبار ممكن ما يكون مناسب حاليا، لأن دراسة من اتحاد البث الأوروبي الـ EBU تقول أنه تقريبا نص نتائج الذكاء الاصطناعي من البحث تكون محرفة إذا كانت عن أخبار محددة. الدراسة شملت تجربة نماذج مختلفة من جيميناي، تشات جي بي تي، بيربلكسيتي، وأيضا 14 لغة مختلفة. بشكل عام بيّن البحث أنه 45% من إجابات الذكاء الاصطناعي اللي تم
دراستها احتوت على مشكلة كبيرة، وبرضه 81% من الإجابات كانت تحتوي على مشكلة بشكل من الأشكال، يعني فيها إن نفس الإجابة. أضيفوا إلى ذلك أبحاث ثانية قاعدة تؤكد إنه الإنترنت زي ما إحنا عارفينه قاعد ينكمش أكثر، وقد نصل إلى فترة تكون فيها الإنترنت نوعا ما معلوماتها ماتت. طيب خلنا نوضح. يوم نتكلم على الذكاء الاصطناعي قاعد ينتج كثير من المقالات ومن المحتوى المرئي والمسموع على الإنترنت دون مراجعة حقيقية، وهذا المحتوى المبني على الذكاء الاصطناعي يحمل نفس هذا الأمر حق الشكوك اللي هالبحث وضح بعض المشاكل فيها. وهنا نعرف إنه حنصل لمرحلة في كم كبير من المقالات اللي فيها شكوك وما فيها التفنيت الصحيح، وأيضا في الجهة الأخرى ما في ذاك الكم الكبير من المقالات زي وضعنا الحالي مبنية من البشر، وهنا نقدر نقول إنه موت الإنترنت. بس إن شاء الله إلا ما تصير تدابير ونعرف إنه تتوازن الأمور بشكل كامل بإذن الله. هل ممكن الذكاء الاصطناعي يقلل ساعات العمل ويشيل بعض مهام العمل عنكم؟ رئيس منصة زوم يؤكد إيمانه بقدرة الذكاء الاصطناعي على تقليص ساعات العمل من خلال توأم رقمي ديجيتال كلون للمستخدم يقوم بالتدخل في الاجتماعات ويتحدث عنه. يعني انتوا قاعدين في الاجتماع واللي موجودين كلونات ما انت عارفين ايش قاعدين يصير في الموضوع، ويجيكم التقرير بعد الاجتماع. بس خلينا نرجع لكلام الآدمي. فمثلا بدل ما تدخلوا مكالمة طويلة مليئة بالنقاشات، ممكن ترسلوا نسخة رقمية لكم عشان يتناقش بدلا عنكم ويضع المخطط الأساسي في هذا الاجتماع، ثم بعدها ممكن تكملوا عملكم مع الطرف الآخر. طيب هل حتثقوا بنسخة رقمية عنكم قاعدة تتمم المهام؟ قد يثق بعض الناس وقد بعض الناس ما يثق. إن كان الأمر مربوط بمنظومة مغلقة من الأحكام والشروط اللي من خلالها تكون الأعمال، نوعا ما الموضوع منطقي لأنه إحنا ما قاعدين نجيب شيء خارج الصندوق. أما إن كنا قاعدين نتكلم في منظومة مفتوحة بشكل كامل، عن نتكلم عن مناقشات موضوع شارع محدد، الشارع ذا اللي جنب بيتكم والمفروض إنه رؤساء البلديات والناس قاعدين يجتمعوا لتقليل أو رفع مستوى الأمان فيه، فإذا أنت ما حضرت والموضوع ما هو بمحوكم ما في شروط خاصة، نعرف إنه قد يكون النتائج سلبية، سووا نفق وأنتوا اللي بيتكم ضاع. نسخة المعجبين من سلسلة الجالكسي S25 FE وصلت ونسوي لها مراجعة، موجودة عندكم. الجهاز يقدم تجربة الجالكسي بأسلوب قريب للفئة العليا مع سعر أخف وأروق على جيوبكم. مراجعة موجودة في القناة، حتكون مع الروابط اللي نطلع لكم إياها نهاية الفيديو. الرئيس الصيني شي جين بينغ يدعو لتنظيم محوكمة الذكاء الاصطناعي من خلال هيئة عالمية. خبر مرة قوي، وبالنسبة لي كمان عندي تعليق يجيكم في النهاية. خلال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي الأيبك، دعت الدول لإنشاء هيئة عالمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، ووضح إنه التعاون العالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي ممكن يزيد من منافع هذه التقنية للمجتمع الدولي، وإنها تقنية لابد تسخر لخدمة جميع شعوب الدول. والمسؤولين الصينيين ذكروا أيضا إنه مقر المنطقة المقترحة ممكن يكون في شنغهاي الصينية. من ناحية ثانية ما حضر المنتدى وعاد لأمريكا بعد اجتماع بالرئيس الصيني، واللي نتج عنها تخفيف القيود التجارية. أرجع لموضوع إنه يكون فيه فعليا إدارة للعالم للذكاء الاصطناعي. بصراحة فكرة مرة عبقرية وكويسة، وأتوقع إن الصين مع القيادة الكبيرة للذكاء الاصطناعي اللي هم قاعدين يسووه في العالم استشعروا في كثير من الأمور مخاوف الذكاء الاصطناعي وتدخلوا في كل شيء. من ناحية نفس المجتمع، من ناحية نفس القطاعات المختلفة الرسمية في الجهات الحكومية والخاصة، وبالتالي هو ما قد دعا لهالموضوع وسوى شيء في العادة ما يسويه لتوحد عالمي مبني على أحد التقنيات. نعرف إنه في وازع ضخم إيجابي يخليه يبادر في هذه المبادرة. أيضا لما نتكلم على نفس القرارات اللي طلعت في الرياض على الذكاء الاصطناعي، إنه لابد يكون للذكاء الاصطناعي برنامج وإدارة صحيحة حول العالم، بحيث إنه الصح يمشي والغلط ينكمش في الذكاء الاصطناعي، ونعرف إنه نعيش في عالم ما تكون المخاوف عليه تغلب أمورنا العادية. ويا رب العالم يتيسر الأمور، وإن شاء الله ما يصير إلا كل شيء خير. مايكروسوفت تختبر ميزة جديدة على ويندوز 11 يتيح ربط سماعتين في نفس الوقت، سواء كانت سماعة رأس لاسلكية أو مكبرات صوت وغيرها من أجهزة الصوتيات. الميزة هذه بتكون مفيدة لمشاهدة محتوى على الجهاز مع الأصدقاء أو العائلة من خلال سماعة الرأس أو مكبرات صوت متعددة لتجربة صوت أفضل. حين أيضا الميزة تستخدم تقنية البلوتوث LE واللي توفر الطاقة وتعطي تأخير أقل في نقل البيانات والصوتيات، اللي هي Low Energy. ترى بلوتوث Low Energy حاليا الميزة متاحة في نسخة تجريبية لنفس الويندوز إنسايدر. فلما نتكلم على هالميزة، ترى أصلا البلوتوث فيها خاصية، لو نتكلم عن إصدارات 5.4 إذا ما خابتني الذاكرة وما بعد في هذه الميزة، بس لابد توافق كبير من السماعات على نفس الميزة، فكلهم يكونوا 5.5 فكلهم يكونوا 5.4 كلهم المنظومة. هنا نجي لشيء مختلف، إنه يكون في بلوتوث عندكم يعتمد على برنامج السوفتوير الأساسي، ومنها يتيح ربط سماعتين مهما كانت أنواعهم، وقد يكون أمر حسن من ناحية مايكروسوفت. بس ما تأخر مرة شفته على PC واحد شابك سماعتين، تمام كلهم يقولوا له. أحد المنتجين المحترفين في هوليوود تكلم في أحد اللقاءات عن المخاوف اللي قاعد يظهرها تجاه الذكاء الاصطناعي، كون إنه الذكاء الاصطناعي في نسخه الحالية بالذات، وكان قاعد يتكلم عن فيو وفيو 3 ونسخه المتقدمة ل
اللي يصل فيها إلى VO9. النسخة هذه اللي يقول فيها يتم استغناء تقريباً على أكثر من 60% من القوة العاملة في القطاع الإنتاجي مع VO9. فنتكلم على الممثلين قد يكونوا موجودين في بدايات نفس المحتوى، ولكن مع الإنتاج نفسه ما تحتاج الكم الكبير من فنيين الإضاءة، فنيين الصوت، فنيين الكاميرات، العدسات المختلفة، وكامل المشاهد والجرين سكرين وغيرها من الأمور. ويتقنن موضوع الإنتاج على وجود السكريبت اللي يتعاون معه الذكاء الاصطناعي مع البشر، وأيضا موجود معاكم هالفنانين اللي فقط مسألة حقوق وناس معروفين بحيث أنهم يجذبون لكم نفس المشاهدة. وهنا نعرف أنه بالفعل في مخاوف كثيرة مع تقدم الذكاء الاصطناعي، لأنه ينكمش جزء كبير من الأعمال اللي موجودة حول العالم، والأعمال اللي أصلا فيها كم كبير من التقنية وأيضا الحرفية. الذكاء الاصطناعي لما يجي يحارش، لما يجي قاعد يحاول يتعدى ويوصل على أعمالنا وظائفنا، مو فقط وظائف تقليدية بل وظائف حالية موجودة تتمم بشكل كبير من الخبرة والمعرفة في التقنية. العالم حيكون مختلف تماما بعد 15 سنة. شوف هذا الفيديو إن شاء الله نتذكر، والله يا رب العالمين نفع بنا أجمعين. ونهاية الفيديو كل فيديو إن شاء الله يكون كل خير، دائما تفائلين برب العالمين سبحانه وتعالى بكل الأشياء الجميلة اللي هنحققها في العالم. نهاية الفيديو كل فيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن واحد أحد.